يا حليلة، أحلام سعيدة يا محسن. يا عيني إبداع. وش رأيكم، يستحقون 500 كل واحد ولا لا؟ تعبانين بطن ندور عذاب. والله يا دكتور أنت بخ يا دكتور. دكتور عارفين إنه هالمبادرات تنزلكم، انتبهوا. دكتور أبى أقول شيء، بس تنزلك لما نجيك فهد حبيبي، لما تحط مبرر لشيء غير منطقي تخفض فيني. بس بشر دكتور. لا لا يا محمد معليش. طيب أنا من بكرة الله يحفظك ألاقي واحد ماسك واحد يكفخه في الشارع يا أخوي، خالع عطى كسر خشمة ليش؟ أحد عليه بالسيارة، هل هذا هو السلوك المناسب؟ لا انتبهوا، عشان أنا أبغاكم تتعلموا يا حبايبي، لازم تتعلموا إنه لما يكون في شيء فيه سلب، شيء سلبي فكر فيها قبل ما تأيد، لا تأخذك القرار العاطفي. 90% من قراراتنا عاطفية، 90% من قراراتنا عاطفية، وهذا اللي بيصير ونسحب دموعكم بالوايتات من برا كل يوم سبت. ليش؟ قرارات عاطفية، قرار عاطفي. ساعة ما أجيكم أنا وأبكي أقول لكم أنا في حاجة 100,000، أبشر عندي، عندك قد هدك صدرك وأبكي قدامكم وأقول أنا في حاجة، قم غسل وجهك. قلنا الشباب نايمين بس مو بصح أن يطلع لقطة عليهم نايمين يعني. يا سلام، أتكلم واقعي معك والله أني صادق يعني. واقعي الواقعي أنك أنت بس إحنا قلنا نايمين. ما عليه دقيقة، لو عنده ذرة اهتمام كان جاء وقف هنا. بس نصكم نيمان على حاله ولا لا؟ شوف هذا، كمل كمل، شوف شوف المنظر. جعل أحلامك كلها سعادة يا شيخ، قول أمين. في الذبانة يا رائد، هذه ذبانة ولا خال؟ لا ذبانة بالله من جد. اي والله حتى الذبان ما شاله. يا عيني عليكم يا بريحان. يا عيني والله شيء يثلج الصدر حقيقة لما نكون ساعة تربوية مثل ذي ونطنش نروح ننام. مو عشاني أنا، والله مو عشاني، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إن ما فرقت معي بشيء، بل بالعكس أقسم بالله أنه أشفق عليهم. ليش؟ لأنه ضيع فرصة، إنه كان ممكن إنه ما يخصم عليه 500، كان ما كان لقى له كلمة. وعندي ترى كلام عن محسن، عندي كلام عن محسن ورايد، وسبحان الله الاثنين غابوا. تفضل. أعتقد المتواجدين يكفون يا دكتور. لا حبيبي صح، لا لا صح، نتحمل صح، يتحمل اللي عندك. ديب شغل القبائل ذا، نجيب جاهة يطلع منه بخمسة يغطون على القبيلة. دكتور درس، هذا دكتور درس. ألاحظ لكم ركزتوا على القليل أكثر من المتواجدين الأكثر. الأغلبية ظلمة بارك الله فيك. حنا ندور الأخطاء، ندور وين الغلط، وكل الجمال اللي أنتوا فيه، كل الجمال اللي أنتوا فيه ما نشوفه، شوف بس الغلط، شوف الناحية الإيجابية. غلط ظلمة يا أخي، إيش تقول؟